أوضحت أستاذة الصحافة والإعلام دكتورة ميرفت أبو عوفة في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه يجب الاهتمام بالهوية لدى الشباب، وأشارت إلى أنه يجب التكاتف من كافة المؤسسات والهيئات لتعزيز الهوية الوطنية. الشباب محتاجين هوية، المجتمع كله بقى بالهوية بتاعته الحقيقة اختلفت تماما، عما حتى ترابطهم حتى تقبلهم للآخر، فالثقافة صعبة جدا انها تختلف، الثقافة اصعب الادوات اللي تقدر بيها تغيرها، عشان كده محتاجين كل كوادر المؤسسات المنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولة وكوادر مختلفة خالص في الدولة، واهمها البني ادم. فانا نفسي جدا الحقيقة ان احنا نسمع، لان زي يعني القطاع السياسي والاقتصادي سمعنا، ونقعد نسمع وفي الاخر يبقى في فرص نفهم ايه اللي موجود وايه اللي مش متاح والآليات اللي محتاجاها المؤسسات دي عشان تقدر تفعل اللي هي محتاجة تفعله.